السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أطفال؟ الحمد لله. والآن نبدأ بتوزيع وجبات الشاورما على جميع الطلاب في معهد البشير. تفضل يا محمود حلي. هنيئا مريئا يا محمود. تفضل يا جواد. أيضا يا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. أيضا يا عبد الملك. هنيئا مريئا يا عبد الملك. وأيضا أنت يا وليد. وليد الخطيب. هنيئا مريئا يا وليد. أحسنت. أيضا أحمد معاز. أيضا الطالب الجديد. ما اسمك؟ عمر. عمر بطيخ الطالب الجديد في معهد بشير. وأنت ما اسمك؟ تسنيم. تسنيم. هنيئا مريئا يا تسنيم. تفضل يا زكريا. هنيئا مريئا. تفضل يا محمد قطان. هنيئا مريئا يا محمد قطان. وأنت يا أحمد نصر الله. صحة وهنا. أنت يا محمد نصر الله. صحة وهنا. أنت أيضا يا يوسف يا نصر الله. يوسف لا تريد شاورما؟ يريد البطاطس فقط. مروة تريد وجبة أم سندويشة؟ تفضلي. تفضلي يا مروة. فرح نمسة تريد وجبة أم سندويشة؟ خدي تفضلي. صحة وهنا يا فرح. أنت يا ليلاس؟ وجبة؟ تفضلي. أيضا الطالب هشام دياب، سندويشة ولا وجبة؟ سندويشة. هنيئا مريئا يا. وأيضا فلان وأختها الشقيقة ليمار، تفضلي يا ليمار. أنت يا لين تريد سندويشة؟ ولا وجبة؟ سندويشة أيضا. تفضلي يا هناء. هناء تريد سندويشة أم وجبة؟ أمل سيدو. صحة وهنا يا أمل. أيضا لافين مصطفى. أحسنتي يا لافين. أيضا فضيلة سفا. تفضلي يا سفا فضيلة. صحة وهنا يا فضيلة. تفضلي يا عبد الرحمن. سندويشة وجبة أم سندويشة؟ صحة وهنا يا عبد الملك تسية. أيضا حوكان سندويشة ولا؟ أيضا الطالب علي قضيب البان. تفضلي يا علي. ايضا الطالب جمال سيدو. تفضل يا جمال. ايضا طالب محمد سيدو. تفضل. تفضل محمد نادر. ايضا نور الدين عطيني. صحه وهنا يا نور الدين. هنيئا مريا. السلام ورحمه الله.